السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في قناه وايز دريم تيم. شباب كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين وبخير وصحه وسلامه ان شاء الله. اشكر جميع اللي شاركوا في بطوله الياقوت، جزاكم الله خير. الفائز معنا هو اخونا محمد نجم، مبروك يا اخوي محمد نجم. جائزتك هي عباره عن $30 كرت ابل امريكي من اخونا الطيب العزيز الكريم سليمان عبد الهادي، جزاك الله خير. تفرع الرسمي البطولة ما قلت صراحته في كل بطولة سويها سواء الياقوت الزمرد أو التوباز، كل مركز أول له $30 مقدمة من عنده من أبل. تمام، فمركز أول هو النجم محمد النجم، مركز الثاني هو كان جي تايجرز، كانت مباراتهم جدا صراحة ممتع مرة بشكل مو طبيعي. فللي حاب يشوف النتائج هذه النتائج، وبترك اللينك تحت اللي حاب يعني يطلع عليها يعني زي كذا مثلا بشكل مفصل أكثر. تمام، النتائج كذا موجودة هنا، يعني طبعا كلها ذهب وإياب، جمعت على كل هدف نقطة وليس على الفوز، هي على الأهداف فقط. فزي ما تشوفون مجموع الأهداف يكون موجود على حسب الذهب والإياب. فكانت صعب بطولة جميلة جدا، لعبنا الدور الأول والثاني والثالث كله على الديسكورد، في كثير من الناس شاهدوا مباريات كانت مباريات جميلة جدا. كان النصف النهائي والنهائي كان معروض على قناتنا قناة وايز دريم تيم، للأسف كان في بعض المشاكل فانتقلنا إلى قناة كوازار، لطيف العافية جزاه الله خير ساعدنا فيها. فنشوف كشباب، طبعا هذه المباراة حاطة بس كذا، ترى ما لعبت هذه المباراة، حاطينها بس كذا. طيب شباب، تم الآن الحمد لله فتح بطولة التسجيل في بطولة الزمرد، والتي هي عبارة عن فريق أخضر فقط، يعني لازم يكون عندك فريق أخضر كامل. واللي حاب يطلع على القوانين حقت البطولة نرجو منكم تشوفون الفيديو اللي بيجي على الشاشة الآن. وبس يعطيكم العافية، شكرا، ونراكم إن شاء الله في بطولة الزمرد. راح إن شاء الله تبدأ بطولة الزمرد إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله، يوم الثلاثاء الظهرية تقريبا راح نبدأ، راح نقول لكم في ديسكورد تبدونها، وطريقة التسجيل القوانين كل شيء شباب بتشوفونه في الفيديو الموجود على الشاشة. شكرا، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.